بتقديرك سيدي الكريم، ما فكرة الإيرانيين أن يظهروا مثل هذه المعلومات أو يكشفوها للإعلام؟ يعني مثلا ما الذي ممكن أن يحدث؟ هم غير قادرين عسكريا أو حتى على أي مستوى من المستويات من مواجهة هذه القوة، ما الفكرة يعني؟ حقيقة لقد واجهوا القوات الأمريكية أحيانا، لقد قصفوا وقاموا بمعركة منذ 4 أشهر تقريبا، بعض المعارك. نعم، لقد هاجموا القوات الأمريكية في التنف وفي أماكن أخرى. أتفق بأنه ليست لديهم القدرة، ولكنهم يقومون بشن هذه الهجمات ويتسببون في إصابات، وأعتقد بأنهم قاموا بقتل متعاقد أمريكي، والقوات قامت بالثأر. لذلك مصلحة إيران في ذلك هي أن توضح أو تقنع السوداني رئيس الوزراء العراقي لأن يحاول أن يطلب من القوات الأمريكية أن تغادر العراق. هذا هو الهدف الإيراني في النهاية، أن يطرد الجيش الأمريكي من العراق عن طريق حكومة بغداد. وأنا أعتقد بأن طهران كانت متوترة لأن الولايات المتحدة قد انضمت إلى في اتفاقية حوار أمني مع بغداد. وحقيقة وزير الدفاع العراقي كان في واشنطن منذ 3 أسابيع يلتقي مع السيد أوستن في وزارة الدفاع من أجل أن يدعم الترتيبات والتعاون الأمني ما بين الولايات المتحدة والعراق. فإذا إيران تخشى ذلك، إيران مصابة بالتوتر من تواصل هذا التعاون الأمني ما بين العراق والولايات المتحدة.